يا صباح الخير عليكم بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. طبعا النوم شوية ملخبط الحين، تقريبا انا صح الساعة 2 الظهر، المفروض اقول مساء الخير، بس ان شاء الله باذن الله راح اعدي النوم بقد ما اقدر. بس بالاول اول شيء راح اعمل لي قهوة. اختي راح في شريط لها كوب جديد بس مو لقيته هنا، ما اعرف وين حطته، راح ادوره وراح اعمل فيه قهوتي. طبعا عندنا الكوب بصراحة حلو، بس أحس من يوم ما جيت عندهم وأنا أعمل بهالكوب صراحة قهوتي، فراح أدور الكوب الجديد حقه عشان تفتح نفسيتي وأنا أشرب قهوتي كذا، يعني كوب جديد وأشياء وحركات. أول شي رح أعمل الفطور، بعدين رح أعمل القهوة. خفت أعمل القهوة وبعدين يذوب الثلج وكذا، فأول شي رح أعمل لي ساندويتش بالجبنة وبعدين رح أسوي قهوتي. طبعا اليوم طلعتنا برعاية بنات عماتي، هذا آخر أسبوع لي هنا بجدة، كنت بقول الرياض آخر أسبوع لي، فراح أقضيها كلها كذا طلعات وناسة إلين وأرجع الرياض بإذن الله. فاليوم راح ألبس هذه البلوزة، أدري إنه جدة مرة 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 حر ورطوبة، بس مرة عجبتني كذا تجي ماسكة، فراح ألبسها اليوم. وراح البس هالبنطلون طالبته من شي ان، والبلوزه هذه من H&M، وراح اعمل ميك اب خفيف، راح البس اكسسواراتي وراح اجهز معاكم اول باول. طبعا الحين راح اتجهز معاكم وراح اوريكم ايش الاشياء اللي استخدمها بالميك اب حقي للطلعات. صراحه للامانه انا اعمل ميك اب مره خفيف، يعني كذا مرة شيء بسيط، بس راح أعلمكم على الأشياء. أول شيء راح أعمل هالسيروم. طبعاً يا بنات أنا قبل أستخدم الديرما أحب أول شيء تعرفون هالمسحات اللي هي المسحة الطبية، وإيش تسموها، أنا أسميها المسحة الطبية، أحب أعقم فيها الديرما قبل أستخدمها على وجهي عشان أتأكد إنها مرة نظيفة وما تكون فيها أوساخ. فاهمين علي؟ يعني قبل استخدمها وبعد ما استخدمها بصراحة انظفها، ما احب احطها على وجهي اول شيء، فعلى طول زي كذا اتأكد انها تمررت، بعدين اقلبها واستخدم الصغير. الحين اخذ السيروم احط شيء مرة بسيط مرة بسيط على وجهي، تقريبا هذه الكمية احطها على كامل وجهي، ما يحتاج احط مرة كثير. طبعا بنات راح احط لكم صورة على جنب
كيف تقدروا تستخدموا الديرما هذه على الوجه. حقيقي بنات مرة 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 حلوة، ما ندمت ولا 1% اني اخذتها. طبعا اخذتها من شي ان، راح احط لكم رابطها تحت بصندوق الوصف لو انتم حابين تطلبوها. بعد ما حطيت السيروم الحين راح استنى شويتين كذا بس يهدي وجهي، بعدين راح احط شوي من ماجيك فينيش مرة حلو كذا، يعني احط شيء مرة كمان بسيط لانه هو اصلا تقريبا زي البرايمر. طبعا دحين راح استخدم الماسكرا الشفافة، طبعا دحين راح استخدم الحواجب. مرة مرة احب هالبراند اللي هو ريميل للحواجب، حقيقي مرة مرة خطير زي ما انتم شايفين. اكتر شيء صراحة احب الجل اكتر من الباودر. الباودر نادرا نادرا صراحة ما استخدمها، لكن الجل مرة مرة حلو كذا حقيقي، يعني ترسمي شعرة شعرة حقيقي مرة حلو. طبعا هذه الحواجب اللي انا بستخدمها هي في منها درجتين، طبعا انا بستخدم اللي هو الدارك براون. وطبعا كمان راح اسوي شادو مرة خفيف مرة خفيف. وصراحة الامانة انا كنت احب اعمل مو الوان، يعني كنت احب اعمل الالوان الغامقة، بس حاليا صاير احب احط شيء مرة خفيف. راح اعلمكم على الالوان، يعني شايفين هالباليت ما استخدم منه غير لونين فقط، وصراحة اكثر لونين مرة احبها. طبعا بستخدم هاللون مرة مرة حلو هذا بصراحة، احطه على كامل الجفن، وبعدين بستخدم هاللون بس احطه على كسرة العين فقط، يعني بستخدم هذا وهذا بس. حقيقي اكثر لونين مرة احبهم. طبعا هذا اللون صح لونه بني بس صراحة ما اكثر، يعني احط شيء مرة خفيف كده ادمجه كده على شكل دائري يطلع مرة حلو على كسرة العين، وهذا على كامل الجفن مرة مرة حلو. واحيانا احط تحت العين، يعني تحت الرموش السفلية احيانا، بس اليوم صراحة ما راح استخدم لان زي ما قلت لكم هي اصلا طلع مرة بسيطة، طلع عين سينما فما يحتاجني اعمل اوفر ميك اب. يعني طبعا هي هذه الماسكرا اللي استخدمتها حقيقي مرة حلوة من اسنس، مرة تعطي كذا رفع للرموش. استخدمت هالماسكرا من اسنس مرة احبها وحقيقي مرة حلوة، اصلا هي تنفع يوميا. راح اعمل هالبلاشر الكريمي حقيقي اتعب وانا اقول يجنن مرة حلو، اخذته من شيئين برضو كمان ححط لكم رابطه تحت. رقمه 103، يعني حتى الدرجة اللي ما اخذتها حقيقي مرة 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 حلوة. مناكير هذه الدرجة برضو كمان حلوة. وبس كذا انا اصير خلصت ميك ابي. خلص قبل يبدأ الفيلم، يمكن هذه خامس مرة أوفر. ما شاء الله مننا مرة كثير، 8 تخيلوا فريق. وبتأكل الطيور ده نقار الخشب مش نقار. يا مساء الخير عليكم بنات. اخر مرة اذكر صورت فيها وقت كنا بالسينما ووقفت، وبعدها مر كم يوم بس كنت اصور سناب وانستغرام، راح احط لكم هو هنا. تابعوني لو انتم مو ضايفيني فانا انزل فيهم كذا، يعني مريومين كذا. يعني مريومين بس انه ما صورت صراحه الاماني، يعني خرجنا كذا مكان بس الامانه ما صورت يوتيوب. اليوم ما عندنا اي فعاليه بس نزلنا على السوبر ماركت واشترينا لنا اغراض للموفي
عشان ناكل ونتفرج. فبس قبل ابدا راح اوريكم اشتريت حاجتين من ساكو، بس راح اوريكم هي عشان شويه يكون الفيديو شويه نوريكم الشحن. هذا ايش كبره في حاجتين بس متخيلين. ترى انا اخترت الاشياء للمعلوميه طيب اول أنا على ذوق اخذت هالكوبين كذابه انا اسمعها شوفي والله انا وريتك اياه وقلت لك شوفي يعني لا الله مره شاهده مين اختار هذا الكوب وريتها ايانا كذاب. على العموم مره 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 حلو احس كذا للقهوه. انا اي شيء اشتريه ترى يا بنات القهوه يكون مره يموت يموت ما يموت الا الموت يا بيبي. طيب وشريت كمان فينو يا احنا نرجع على اشياء كراتيه يعني تروح رياض. اخذت هذا للاسبريسو كذا مره حلو ترى مره صغير نتفه تخيل بس اخذت هذا الحاجتين واشتريت لها انا هديه كذابه بفلوسي. الهديه اللي اشتريت لها هو اشتريت لها خاتم كذابه والله هذا بفلوسي اشتريت لها كذابه هي تحب تجحدني شوفوا ترى واو الخاتم طبعا يا بنات هذا خاتم ذهب انا مره 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 احب يعني اغلب المتابعين بقول لي تحت بالكومنتات الاساور حقك من وين من وين. بنات انا اساوري للامانه كلها باخذها ذهب لان انا صراحه احب البس اساوري وما انزلها بس انا اليوم نزلتها ما انزلها لانه خاص احب يعني تكون في يدي انام واصحى فيها واغسل فيها احيانا اساوري احلى يعني عشان ما يتغير لونها. احلى شيء انك تاخذي ذهب. بوريكم كوبي اللي اشتريته انا من ساكو وريت هو بداية الفيديو كذابة سعودي قهوتي الجميلة اللذيذة الطعمة طبعا هذه الوقت حتنذبح ذبح كوبي نحل لك اكوبك ليش ما سويتي منها حبتين ليش ما سويتي من حقي حبيت اسوي من حقك عشان لما اسافر خايف تحكي لنا يوتيوب الكنبة انت يا رب اشياء جديدة بس والله احمد ربك واشكريها الحمد ربك وشكرا الاخت اللي الله يحرمنا منها. فجاه بابا يتصل يقول البس عباياتكم يلا نازلين. اي صح اصلا نسيت ما اقول لكم تخيلوا بنات انه بكره اخر يوم لي هنا في جده غطيته على ام الاضاءه واخره فتخيلوا انه خلاص بكره اخر يوم في جده وطالعين بسرعه لبسنا عباياتنا واسرع ميك اب في الحياه اسرع ميك اب فبس المهم شوف الخاتم كيف طبعا احنا عدنا خلاص فرتينا بخاتمك شوف الخاتم كيف مره مره حلو بس حنقهر لو نزلت ال هذه شايفين الكريستالات مره حنقهر لو نزلت بس مره 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 جميل ما تكون رهف لو ما جابت افكارها هذه الهبلة متخيلين استنوا خليك تتفرج موفي على السرير اتخيلوا جابت الشاشة هنا والودها تنسدح فراح نتفرج فيلم مصري قديم 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 ما ادري اذا تعرفوه او لا خالتي نوسة مرة كذا مشتهين نضحك نبي نضحك حقيقي نبي نضحك الحين راح نجيب مشروباتنا ونقعد نتفرج وناكل ونشرب كذا شاهد سعيدة لنا ياي مساء الخير عليكم بنات كيف حالكم من بعد انقطاع مدة مرة طويلة طبعا انا دحين رجعت الرياض وفجأة تو جاية بمنتج الفيديو اكتشف اني انا مو مصوره ولا شيء خلاص اخر شيء صورته
وقت الموفي مع اخواتي وخلاص ما عاد مسكت جوالي ولا عاد صورت. وما اعرف كيف صراحة، يعني يمكن الفيديو يكون مرة قليل مدته، بس خلاص يعني راح انهي الفيديو، يعني ما عندي شيء صراحة اسويه حاليا. وبس والله بهذه الفترة قاعدة اتدرب على الرسم. طبعا دحين تقريبا انا من يوم ما جيت الرياض هنا لي 3 ايام، والحمد لله يعني كذا نقول التبخير الحليب مرة كويس، بس تعليم الرسم عندي في انحدار، يعني ما اعرف صراحة وش هالرسمة. راح اوريكم في رسمة رسمتها كمان، راح اوريكم هي. بس لا بأس، يعني مبدئيا لا بأس. بس والله لا تنسوا تعطوني لايك، جديدين على القناة لا تنسوا تشتركوا في قناتي وتكتبوا لي تعليق حلو زيكم. وبس والله تقريبا كذا راح انهي الفيديو، وبإذن الله انتظروني بفلوقات جديدة. سلام.